ونبارك لكم رمضان، ونعزيكم في قتل مجزرة الحرس الجمهوري أمس. الآن روايات للجيش المصري أعلنها التلفزيون المصري، روايات أيضا نقلتها قناة الحوار على الهواء مباشرة لعدد كبير من شهود العيان. هل بالنسبة لكم في الإخوان المسلمين اكتملت عناصر الصورة لما حصل البارحة أو فجر أمس عند نادي ضباط الحرس الجمهوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم منبركم الإعلامي وكل منابر الأحرار حول العالم. عادة الأنظمة الاستبدادية القمعية تبدأ بتكميم الأفواه والعطف بالحريات وإغلاق القنوات، ثم حصار إعلامي شديد الوطأة لأجل ألا تظهر الحقائق أمام العالم. ما حدث بالأمس هو جريمة مكتملة الأركان، للأسف تنقلنا بأذهاننا إلى المجازر التي كانت تتم ضد البشر، سواء عند الحرم الإبراهيمي، مجزرة دير ياسين، بالأمس موقعة السيسي. يخرج علينا المتحدث الرسمي باسم السيسي لأجل أن يحمل لنا كثير من التزييف للوعي للشعب المصري، كان يحمل دلالات يعني محاولة طمس الحقائق بكل وضوح. نحن معتصمون سلميون، صار لنا أيام كثيرة في هذا المكان، كانت هناك حشود هائلة في ساعات قبل هذه الساعة التي دبرت بليل، نفس تفكير القمعي الاستبدادي يتحرك في لحظات زوار الفجر، يأتون قرابة الساعة الرابعة فجرا وهم يصلون في الركعة الثانية. بالأمس سجلنا شهادات حية لسكان العمارات المطلة على طريق صلاح سالم، الطريق الرئيسي بالقاهرة والمطلة على نادي ضباط الحرس الجمهوري. كان هناك طيار، وكان بالأمس طبيب، وكثير من سكان العمارات. وأنا من منبركم هذا أوجه الدعوة لكل الإعلاميين أن يذهبوا إلى سكان هذه العمارات المطلة لينقلوا الأحداث المروعة لمدة أكثر من 10 ساعات متواصلة. طيب. بدأت بزخات الرصاص الآلي في صدور الآمنين، الأطفال، النساء. مشرحة جزنهم بالأمس تم تصوير منها الأطفال الذين ادعوا كذبا أنه لا يوجد أطفال قتلوا ولا يوجد نساء قتلنا، لكن هذه الدماء ستكون لعنات على الانقلابيين. نتمنى دكتور عارف أن يعني هذه الصور حال توفرها فعلا أن تنقل مباشرة للإعلام، لأن التلفزيون الرسمي المصري البارحة نقل بأنه عدد من المصريين يعتصمون في الولايات المتحدة الأمريكية حول مقر وكالة CNN الأمريكية، لأنها نشرت صورا لما جرى أمس في أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري. ولكن رواية الجيش الآن بأنه كان في عدد من المسلحين وأظهرهم شريط الذي بثته إدارة التوجيه المعنوي في الجيش بأنهم هم الذين كانوا يحملون أسلحة، هذه الجزئية في الصورة التي رواها الجيش ما هي ملاحظاتكم عليها؟ ملاحظات، أولا الكثير من الصور التي تم عرضها بالأمس صور مستدعى من مشاهد أخرى سابقة على هذا الحدث بشهور عديدة، وضعت في هذا السياق. من السخف أن يتم عرض صور تنتمي إلى وقائع جغرافية لا تمت إلى هذه الواقعة بصلة، وتظهر بعض البلطجية الذين كانوا يظهرون في أوقات أخرى في ظل الأجهزة، تراخي الأجهزة الأمنية. يتم تصوير أن من يدافع عن نفسه وهو يقتل في صمت يرفع الطوب والحجارة من أجل أن يدفع عن نفسه وعن دمه القتل الذي استبيح بالأمس بالرصاص الآلي وبزخات الرصاص الحي. لكن هناك جنود شرفاء، دعني أسجل للتاريخ، أفرغوا حاويات أسلحتهم، أفرغوا الذخيرة الحية السليمة على الأرض رفضا لإطلاق النار على الآمنين المطمئنين. هذه شهادة حق ينبغي أيضا أن نسجلها للتاريخ. بالأمس أذعنا في مؤتمر صحفي فيديو التقطته كاميرا الشهيد، كاميرا الشهيد أحمد سمير عاصم، وهو مصور صحفي قتلته أيضا رصاصات الغدر، لكن الكاميرا
المدرجة بالدماء استطاعت أن تسجل هذه الشهادة، أرسلناها إلى كل قنوات العالم، وربما سأرسل لك نسخة إن لم تكن قد وصلتك هذه الصور. طيب دكتور عارف، إذن رواية بأنه كان في مندسين وهم من بدأ بإطلاق النار للتسبب برد فعل من الجيش، هل تحققتم منها أنه هل فعلا كان هناك عدد من المندسين افتعلوا إطلاق نار على الجيش لاستجرار رد الفعل؟ نعم أستاذي الحبيب، من كان يقود منصة المقاومة، المنصة المقاومة أمام اعتصام دار الحرس الجمهوري، هم مجموعة من علماء الأزهر الكرام، كان يوجد الشيخ سلامة عبد القوي وفضيلة العلامة الدكتور صلاح سلطان وكثير من علماء الأزاهرة الكرام الذين كانوا يصطفون أمام الحرس الجمهوري وكانوا يتعاملون مع عقيد الأمن الموجود بهذا المكان منذ أيام، يتواصلون دائما وكانت لغة الحوار هي اللغة السائدة، وأعلننا لهم مرارا وتكرارا إذا وجدتم شيئا مريبا أخبرونا، نحن أول من سوف نضع أيدينا في أيديكم لمنع أي إفساد لهذا المشهد الحضاري السلمي، لكن رصاصات الغدر أتت في الركعة الثانية من صلاة الفجر. الذين نظروا إلى المشهد من أعلى عمارات العبور الشاهقة رأوا ما أفظعهم، رأوا ما جعل أعينهم يعني تسمروا أمام هذا المشهد. هل يوجد من يعني إذا كانت الرواية هذه صحيحة لماذا أتوا بكماشة من جانبي الطريق بقوات ومدرعات تزيد عن 500 فرد من أفراد الأمن ما بين شرطة وجيش؟ هل تم استدعاؤهم بين دقيقة وأخرى عندما تم هذا الهجوم كما يدعون؟ نعم. هل لو كان هناك هجوم كان من الطبيعي أن يكون الرد من داخل منطقة دارس الحرس الجمهوري، لكن المدرعات أتت وتحركت ربما بعد الهجوم بثانية؟ هل يوجد كتيبة عسكرية تستطيع أن تتحرك وتنتقل من مواقعها العسكرية الموجودة وتأتي في التو واللحظة؟ هذه والله مجموعة من السخافات. هذه الأجزاء من الصورة إذا ركبناها مع بعض يعني تشير بأن هذا الأمر كان مدبرا. ماذا يستفيد الجيش المصري عندما يعني يغل يده في دم الشعب المصري في سابقة في تاريخ مصر الحديث كله؟ هذا والله ما يعتصرنا من الألم. دعني أذكرك بحديث رئيسنا الشجاع قبل ساعات من الانقلاب العسكري لما قال اوعوا تقعوا في هذا المطب، احذروا يريدون إيقاعكم مع الجيش. نحن نحفظ هذه الكلمات جيدا، نحن نحب جيشنا وفيه الأب والأخ والعم، لكن قضيتنا هي مع الانقلابيين الذين يعني يريدون إقحام هذه المدرعات وهذه يعني إخراجها من سكناتها لأجل ليس فقط أن تدخل إلى الحياة السياسية ويركب عليها مجموعة من التيارات العلمانية والمجموعة من التيارات المعارضة التي لم تنل في يوم من الأيام استحقاقا انتخابيا من الشعب، وأتوا على ظهور الدبابات كالدكتور البردعي وبعض الرموز الدينية التي أكملت المظهر الديكوري للانقلاب العسكري، لكننا على وعي تام بحفظ هذا الجيش والحفاظ على تماسكه، ولن نسمح يوما من الأيام أن نكون ذريعة في الطعن في هذا الجيش، لكن خطابنا وموقفنا وخصومتنا واضحة لا تحتمل اللبس مع الانقلابيين الذين يريدون إقحامه في هذا الأمر. هم يعصفون بالحريات، لا يريدون لصوت، يريدوننا أن نموت في صمت، يريدوننا حتى ألا نتأوه أو نشتكي أو ترتفع أصواتنا، لكن الله عز وجل قال بأمر لا يحتمل إلا هذا المعنى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هكذا جاءت هذه العبارة واضحة الدلالة. ما حصل فعلا استجلب إدانات من العالم، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدان إطلاق النار على المتظاهرين وقال المتحدث باسمه بأنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في مصر مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. كيف تنظر لموقف الأمم المتحدة؟ لا، نحن نهيب بكل أحرار العالم. هذه المواقف الآن التي تحدث في مصر ليست مواقف سياسية بقدر ما هي مواقف أخلاقية ينبغي أن يقف فيها الجميع في خندق واحد أمام إراقة الدماء. المتحدث باسم السيسي بالأمس
لم يذكر ولم يعرج ولا حتى بعبارة منمقة بالعزاء لأرواح عشرات من المصريين، ما بين الكبير والصغير، ما بين الرضيع والمرأة، لم يذكر محاصرة المسجد وما تم فيه، لم يقدم التعازي حتى إلى الأهالي، لم يذكر تلك النعاج التي نحرت بزخات الرصاص الحي، لم يعرض صورها. لماذا تكتم على كل هذا الأمر؟ لكن هناك في مصر أحرار وشرفاء، هناك أطباء ميدانيون سجلوا شهادتهم، ونقابة الأطباء أيضا سجلت شهادتها، أيضا أطباء الطب الشرعي بمشرحة ذنهم لم يستجيبوا إلى التعليمات التي جاءتهم بعدم إصدار التقارير الطبية، وأصدروا بكل شجاعة التقارير الطبية التي أظهرت أن الرصاص كان موجها إلى الرأس وبين العينين وفي القلب، إصابات موجهة واضحة من أجل القتل وليس شيء آخر. طيب دكتور عارف، كيف تنظرون لموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت خارجيتها عن أن استقرار مصر ومسارها الديمقراطي على المحك، ودعت الجيش إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس؟ القضية نقطة الارتكاز التي ينبغي علي أن نقف عليها جميعا هي الشرعية، هي ثورة 25 من يناير، ولذلك كل خطاب العالم الآن لابد أن يصطف خلف ثورة 25 من يناير. أهم عندي من خطاب الولايات المتحدة خطاب فضيلة العلامة الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، الذي خرج على الجميع، وأهيب بكم أن تذكروا شهادته التي أرسلها باليوتيوب عندما وقف رافضا لموقف شيخ الأزهر، واقفا للانقلاب، رافضا للانقلاب العسكري، رافضا لهذه المسرحية الهزلية التي سينقض من بعدها كل من ينتمي وينتفع من نظام مبارك على ثورة 25 من يناير. وهم ارتضوا أن يسموا هذه الثورة المضادة باسم ثورة 30 من يونيو، هكذا المجيدة بين قوسين. نعم، هم سموها باسمها الحقيقي، هذه ثورة لا تنتسب من قريب أو من بعيد إلى ثورة 25 من يناير. وأنا أحدثك الآن، يوجد أكثر من 700 تم اعتقالهم بالأمس اعتقالا تعسفيا في منطقة عسكرية، نعم، بالتعاون مع ضباط أمن الدولة، وهم الآن اقتيدوا إلى مكان مجهول في اختفاء قصري لم توجه إليهم تهم، ولا نعلم عن سلامتهم، ولكن وصلت إلينا شهادة من رجل فر منهم بالأمس عبر سيارات الإسعاف وسجل شهادته في المؤتمر الصحفي بالأمس، قال أنهم ركعوهم وضربوهم فوق رؤوسهم بالسلاح الآلي، وأرادوهم أن يشتموا مرسي، يقولون له اشتم مرسي، ويذكرون أمه وأباه بالسب والشتاب. أين نحن؟ إلى أين صرنا؟ يعني عدد من الكتاب قال دكتور عارف بأن ما جرى هو أسوأ من الانقلاب العسكري. أحد الكتاب ذكر بأن ما جرى هو عودة لمخابرات نظام مبارك، وليس فقط العسكر، إنما العسكر أصبح المحلل لذلك الوضع الذي استجلب. عندما ترى ضباط أمن الدولة الذين كانوا يمثلون القرص الصلب للدولة والعقل المدبر لنظام مبارك يعودون إلى المشهد في الميدان في الميادين، يحركون بإشارة إصبعهم هذا تعال إلى هنا واقبض على هذا، يعني تدرك جليا أي عهد الآن نحن نفتتحه، يعني نفس الممارسات، الإهانات، انتهاكات حقوق الإنسان، العودة إلى الماضي الكئيب. لكننا بعبارة واضحة هذا السيناريو لن يتحقق لسبب بسيط، لأن ربما ليس بأيدينا، قديما قالوا بيدي أو بيدي عمرو، ربما بيد هؤلاء بارتباكهم في المشهد، فقدانهم للشرعية، اغتصابهم للسلطة، شركاء متشاكسون، فيضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وظهرت أمارات هذا الآن، يعني حتى يعني المواقف الآن بدأت تتخلخل، بدأ هناك من يقفز من السفينة، بدأ من يظهر المواقف الشجاعة مثل الدكتور حسن الشافعي بالأمس، بيانات حزب مصر القوية، والدكتور عبد المنعم الفتوح طالب الرئيس الهزلي الرئيس الشكلي
عدلي منصور أن يستقيل. حزب النور أبدى موقفا قويا بالأمس، نتمنى أن يظل على موقفه وألا يعود. هو علق مشاركته في مفاوضات ما يسمى بخارطة الطريق، ولكن ألا يمكن للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الذي عينه الجيش عدلي منصور، هل يمكن فعلا أن يدفع جزء من جمهور حزب النور إلى الموافقة على المشاركة في الانتخابات التشريعية قبل نهاية هذا العام؟ نحن نتوجه بخطابنا ليس فقط إلى حزب النور، ولكن إلى كل الثوار الحقيقيين لخامس والعشرين من يناير. الآن الوطن يراد له أن يسرق، الآن الحريات يراد لها أن تعصف بها، الآن وإلا فلن يكون هناك متسع من المجال غدا، الآن وليس يعني بعد ساعات. يعني لابد من هذا التحرك، أخاطب به ليس فقط التيارات الإسلامية وليس فقط المنتمين إلى الأحزاب والقوى، ولكن كل حر أبي شريف في هذا الوطن لا يريد أن يعود الماضي الكئيب بكل دلالاته. انظر الآن إلى الإعلام الرسمي المصري وكأن يعني خطابا موحدا، رأيا واحدا، قمعا، يعني أي عاقل الآن يعني يرى أن هذه الجرعة الزائدة من التضليل ومن التكذيب تؤدي إلى تسميم الموقف تماما. يعني وصلوا إلى حد يعني فاق كل التصورات. طب أنا سمعت، أنا شخصيا سمعت على التلفزيون الرسمي المصري البارحة اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية خطيرة، كيف ستتعاملون مع هذه الصورة في ظل غياب صورة أخرى على الأقل بالنسبة للفضائيات المصرية الموجودة لديكم؟ نعم، الإخوان المسلمون بتاريخهم الطويل الشعب المصري كله يحتك بهم عن قرب، يعرفون فيهم الطبيب الثقة، يعرفون فيهم المهندس الماهر، يعرفون من فيهم العامل والفلاح والحطاب، يعرفون فيهم من يعمل في المصنع ويعمل في الغيط، فبالتالي يعني مهما كتبوا من الأكاذيب وضللوا الناس فأنت تتعامل مع قطيع يعني قطاع عريض من الشعب المصري متأصل ومتواصل إنسانيا بشكل عميق وكبير، فمهما بلغت أعتقد أنها تفيد المشهد ولا تضره عندما تزداد هذه الأكاذيب إلى هذا الحد الذي يعني اخترق كل حدود الخيال. أعتقد أنها سوف تعود بالنفع إن شاء الله، ويعود هذا المكر السيء على أهله، لأن الشعب سيزداد ساعتها يقظة وبصيرة بحجم التضليل والتكذيب الذي نراه في المشهد. سؤال أخير دكتور عارف، الآن الجيش المصري هناك من يدعو ضباط في الجيش المصري إلى يكون لهم موقف حازم رافض لما جرى أمس من مجزرة، ألا يمكن أن يكون ذلك بداية لدعوات انشقاقات في الجيش المصري؟ الجيش المصري على قلب رجل واحد يحب هذا البلد، يحب ترابه. نحن أقدام العسكريين تمشي على تراب مصر لحفظه وحفظ ثغوره وحدوده. نحن خطابنا إلى الشعب المصري كله برفض موقف السيسي وموقف الانقلابيين الذين انقلبوا على الشرعية وانقلبوا على الدستور وانقلبوا على ثورة 25 من يناير. هذا خطاب لا لبس فيه، الإرادة هنا إرادة شعبية بعدم العودة خطوة واحدة إلى الماضي. ربما السيناريوهات التي تحاك هنا وهناك وعبارات التزييف للوعي كما ذكرت آنفا ربما كانت تصلح في سيناريو الستينيات، في سيناريو الستينيات، لكننا لن عجلة الزمان لا ترجع إلى الخلف، وبالتالي المعطى الآن مختلف تماما. نحن خطابنا من الشعب إلى الانقلابيين وليس إلى أحد آخر. المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور أحمد عارف، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. سامح تعليق على ما ذكره